السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، زويقة جديدة كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل. هذا نقربها شوية، شوفوا الاتجاهات، فتحناها شوية كتجي بحال هكا. هذا الوجه ديالها، الظهر ديالها هو هذا، كتجي على هذا الشكل. هذا خليكم معايا نشوفوا الطريقه اللي كنخدموا بها هذا البوان هذا او هذه الغرزه. ونبداو على بركه الله. بسم الله. عندي هنا واحد لي شونتيون، يعني خص العدد ديال لي ما يكون تضرب في جوج او تقسم على جوج. انا هنا خدمت واحد العدد. البدايه غادي نبداو من الظهر ديال الخدمه لونفير. صافي، هنا هذا هو الوجه، حنا غادي نبداو من هذا الاتجاه. هذا انا بالنسبه لي هنايا اختاريت هذا ليغوي رقم 4. بالنسبه لي شونتيو خدمته ب 4.5، تقدروا تخدموا ب 4.5، 5، 5.5 على حسب الخيط. نبداو بسم الله. انا هنا غادي نخدم سطر عادي، عندنا هذا المايليزير كالعادي ما كنخدموهاش، ونخدم السطر الاول عادي. هنا بالنسبه للخدمه ما كنزير ما كنرخف، يعني خدمه عاديه. انا الا زيرنا الخيط راه ما كتعطيناش الخدمه داكشي اللي بغينا، وكتعذبنا في الخدمه. والا رخفنا بزاف الخيط يعني ما كتعطيناش الشكل زين. يعني بالنسبه للاول سطر يعني عادي. كنستمر كنخدم هذا العدد ديال لي ماي اللي عندي. انا كبرت شويه هذا الشونتيون باش يبان فيه الخدمه. بالنسبه للكوت، الكوت دائما كنخدمهم بواحد الرقم اقل. بغات السيده اللي كتخدم تدير نفس الرقم تخدم به عادي، يعني نفس الشيء. المهم كيبقى داكشي اختيار ديال كل واحد او كل وحده. انا هنا كملت هذا السطر. هذا غادي نجي لهاد السطر الاول، العين الاولى ما كنخدمهاش انا، يعني هنا غادي ندير انا جوج ديال المايليزير. صافي، كنجي لهاد جوج ديال العينين هادو، هاي الاولى، الاولى والزوجه. كندخل الابره ديالي هنايا ليكوي، ها هو دخلته، يعني كنخدم عادي. هاني جبد هنا بلا ما ننزل هاد العينين، منزلهمش، وبقى محتفظ على الخيط. نقلب الخيط اللي هنا وندخل هاد الابره من التحت هنا. ونقلب الخيط هنايا، لاحظوا بان كتكون عندي بحال حاجه مبرومه هنايا. غادي نمشيو لنفس الشيء. هنا عندي زوج، واحد زوج، كندخل العين الاولى والعين الزوجه، ها هي كنخدم عادي. وبلا ما كنسحب الابره او ليكوي، بلا ما نسحبه بقى شاده، وهاد العين شاده حتى هي ما كنسحبهاش. كنقلب الخيط اللي عندي هنا وكنجبد هنا لتحت، كنضرب ليكوي لتحت. لاحظوا معايا هنا، وكنسحب، نقلب الخيط لهنا عاوتاني. نفس الشيء كنجي لهاد الزوج كنجمعهم هنايا بهاد الطريقه. هما عندي هنا جمعتهم بلا ما نسحب الابره ديالي. كنجي ونضرب هنا. لاحظوا بان في حاله ما الا ضربنا في هذه الجهه هكا غتعطينا واحد البوان مختلف، يعني التقنيه هي اللي كتلعب، هي اللي كتحدد الغرزه. هاني مشيت هكا، نقلب ونستمر بهذا السطر بهذه الطريقه هذه. ها هنا هاني
ما كنسحبش الخيط، كنقلب وكنجي هنا وكنسحب الخيط، يعني كنجمع دوك الجوج وكنطلع في بلاصتهم جوج اخرين. نعاودو هنا هي العين ديالي، نقلب وبلا ما نسحب هذا، بلا ما نسحب الإبرة أو بلا ما ننزل العينين، ندخل السلك ديالي هنايا أو الإبرة ديالي هنا، يعطينا هذا الشكل ونسحب. وكل ما كنخدم وأنا كنقاد الخدمة هكا باش تجوني العينين مقادين وتجيني الغرزة يعني متساوية. ماشي هكا، نقلب ونستمر، يعني بوان ساهل بسيط كما العاده. كنجيكم حاجات بساط ولكن كيجيو زوينين في الخدمه بصراحه، الشكل كيعطي واحد الشكل زوين. هنا بالنسبه ليكم نتوما، نتوما تختاروا الخيط، النوع ديال الخيط، بغيتوا ديروا هذا النوع الخيط هذا رقيق، بغيتوا ديروا شويه غليظ، بغيتوا ديروا مصوفه، المهم على حسب نتوما اللي بغيتوا تخدموا. دائما كنسعايا كما كتشوفوها السطر الاول كيجيني بحال هكا، نقلب نسحب الخيط، نقلبو لعندي ونطلع العين منه. يعني بحال اللي كنخدم وحده بوحده وصافي. طلع العين منا بكل سهوله صافي، وكتكون معنا الرشمه سهله. هو السطر الاول دائما عندنا هذا شويه كيجي فيه شويه ماشي شي صعوبه، ولكن يعني كياخذ منك شويه ديال الوقت باش تطلعي الخدمه صافي. وحنا مستمرين هكا، وهي كما كنقول دائما يعني كلشي التقنيه راه الا بدلتي غير الخيط، مثلا لويتي بهكا كيعطيك واحد الرشمه، الا لويتي هنا يعطيك رشمه، الا سحبتي العينين منا خدمناهم من هنا لقدام غادي يعطونا رشمه في شكل. يعني التقنيه هي اللي كتحكم في الغرزه، كتعطيك غرزه باشكال متنوعه. ها هو عندي السطر الاول، هو هذا ديالي كما كتشوفوا كيسكون بحال هكا. غادي نقلب للظهر دابا، هنا غادي نخدم لي ماي عادي كما اختار خدمت سطر البدايه. انا خدمت هذا كتشوفوا، يعني ما كانش تعقيدات. نستمر هكا، لحد على ما خلص السطر ديالي بقى ماشي هكا بنفس الطريقه. وكنستمروا هكا صافي. هي هادي دابا هو الظهر ديال الخدمه ديالنا هكا كيجي هكا، والوجه كيجينا هكا.
هي الزويقه هذه البديه ديال الزويقه ديالنا السطر الاول كتجي بحال هكا صافي. وكنستمروا نفس الشيء كنجيو نحيد هاد لي ماي هادو زوج، انا كنخدم زوج لي زيار وكنخدم هاد الزوج كما خدمت السطر اللي قبل صافي. وكنمشي بهذه الطريقه كنحصل على هاد لي شونتيون هذا كما كتشوفوا كيجي زوين بزاف ورائع. هو كيشكر راسو. المهم كنتمنى باش يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا معايا. ما تنساوش اللايك والاشتراك بالنسبه للناس اللي اول مره كيشوفوا القناه، نقول لهم مرحبا بهم. بالنسبه للناس اللي كيدخلوا عندي دائما، الناس اللي كتشجعني وكتدعمني دائما كنشكرها دائما، يعني ما ننسالهاش بانها دائما معايا كتدعمني. شكرا لهم كاملين، شكرا لكم كاملين. بالنسبه للجداد والقدام شكرا لكم. بارطاجيو الفيديو، كان اللي يبغي يتعلم يستافد حتى هو معنا. شكرا لكم كاملين، كنتمنى نشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم مع زويقه جديده. شكرا لكم، الى اللقاء ان شاء الله، ودمتم في رعايه الله وحفظه.